السلام عليكم، انا الاسم ديالي امينه، العمر ديالي 29 سنه. انا تفرجت واحد الفيديو ديال ايمان اللي هي اللي خلاتني كان يعني نواجه هذا الشيء ونجي نقول حتى انا داك الشيء اللي في قلبي وداك الشيء اللي عدي القصه ديالي اللي كتالمني يوم على يوم. يعني الحياه ديالي شويه صعيبه بزاف وجيت باش نعاود لكم داك الشيء اللي عندي. انا يعني عشت بتبني الانسانه اللي ولدتني اللي كانت في واحد المشكل اللي غنعاود لكم كل شيء من الاول حتى الاخر. عشت بالتبني عند الناس اللي كنت كنحسبهم عائلتي وكنت كنحسب انني بنتهم. واحد النهار كنتفاجئ وكنعرف انني ماشي بنتهم، انني بالتبني. وعاودوا لي القصه وكنت كنقرا صافي. واحد النهار عاودوا لي اشنو وقع من الاول، قالوا لي بان الام ديالك كانت مع ولد كانت خدامه في الدار، يعني هما ناس ماشي في حالهم، وكانت خدامه في واحد الدار وصافو. يعني راك عارفين المراه مع ولد مالين الدار والناس اللي لاباس عليهم ما كيفكروش في الناس اللي ما عندهمش. صافي يعني ولات معاه وهذه ولات القصه ديالهم. يعني ربما تكون العشق ديالهم وداك الشيء كنت انا هي الضحيه ديالهم. وصافي عطاتني يعني ولداتني مني هضرات مع الجده ديالي اللي هي امه الاب ديالي. هضرات معها قالت لها انا حامله من ولدك لهذيك الجده، هي راه في دار الحق وانا دابا هنا. يعني الله اعلم هادشي اللي عاودوا ليا بانها راها ولد. يعني قالت لي هلا انا ماشي منك، هذاك الشيء ماشي من ولدي ماشي هادي. ولكن هو وقف قال لها اه مني، يعني اعترف بانه. ولكن من قربت ولد قالوا يعني صيفطوه، هو ما عرفش فين صيفطوه. هادشي اللي كيعاودوا ليا بانه صافي مني جات تولد الناس اللي تبنوني غير كانوا ساكن في كازا، غير كانوا كارين في كازا. تا هما الانسان اللي تبناتني كانوا عندها خمسه الوليدات، يعني منهم ربعة البنات وولدوا انايا. قالت لهم انا نتبناها ماشي مشكل. صافي داتني الام ديالها، الام ديالها اللي كتسكن في العربيه تبناتني وهذا. وصافي بقات كتجي بيا هنا لكازا، كانوا حتى هما على قد الحال. صافي تجي الام ديالي بقات كتجي شات. واحد النهار شافتني وهي تقول لي راه توفات هذيك السيده. كيفاش عطاتك الام ديالك؟ عطاتني بانها قالت لها السيده اللي ام الاب ديالي قالت لها الا بغيتي تبقاي خدامه معنا خصك تعطيها، خصك تعطي هاد البنت. قالت لها يعني ولا تمشي عند امك. قالت لها امي ما عندها ما دير بيا، حيت هما كانوا يعني الام ديالها ما كانش عندها باش غادي. قالت لها ولا تمشي بحالك. قالت لها صافي غنعطيها. مشات ولداتني. هذوك الناس كانوا جيرانهم، كانوا تما كارين حداهم حدا مولا الدار اللي كانت عندهم الوالده ديالي، كانوا جيرانهم. وصافو سمعوا الخبر، سمعوا من واحد السيده كانت كاريه عند الجده ديالي واللي أمة الأب لي الأب ديالي يعني الأب الحقيقي ديالي كانت كارية حداهم. وصافي وسمعت هذيك السيدة كانت كارية عندهم وقالت لها راه هاد الناس اللي هما كانوا كيتسموا بدار الزريعي، قالت لها هاد الناس بأن راه عندهم واحد السيدة خدامة عندهم وقع وراه باغا تعطي البنت. وهذيك السيدة قالت لها أنا نشدها، أنا نتبناها. صافي مشات المولاي الحسن يعني ولداتني تما. يعني مثلا هي جات في الطاكسي وأنا دوك الناس جابوني في الطاكسي. صافي داتني هذيك الام اللي رباتني، داتني الام ديالها حتى هي ما كانش يعني حتى هي كانت مزوجه وعندها وليدات، وداتني الام ديالها. يعني حتى هي دارت خير الام ديالها. بقيت كندور من دار لدار، يعني مره عندي عيال يعني اللي كنسميهم عيالات خوالي بالتبني. وبقيت كندور من دار لدار بحال ما هكا. يعني كنت كنحسبهم انا عائلتي، ولكن في واحد الوقت غنعرف بانني راني ماشي بنتهم، راني عايشه بالتبني. جات يعني صافي بقيت كنقرا، كنت احسن كنت يعني كنقرا مزيان، كنت احسن تلميذه اللي الاساتذه كانوا يعني الاساتذه كانوا كيشكروني، كانوا بزاف. كنت كنقرا كنت احسن انسانه، كنت كنقرا مزيان، كنت الامنيه ديالي نكمل قرايتي، ما كنت كنشوف حتى شي حاجه من غير قرايتي. ولكن واحد النهار غتجي الام ديالي، الام ديالي شنو السبب ديالها باش غتجي؟ لان عاطيه اخ ديالي في الخيريه، وهذاك الاخ ديالي جا سول عليها وعرفها وهذه، يعني وعرف الاخ ديالو اللي كان عند الاب ديالو. ولكن هاد خوتي ماشي شقاق خوتي من الام ديالي. صافي جاو عندها، يعني جا سولها، سولاتو كي دايرين، بقاو فهمتي تجمعوا. هادشي ما حضرش لي انا، كيعاودوا ليا الاخ ديالي الاخ ديالي يعني الكبير ديالنا. قال لي راه عندنا خطنا اخرى. ولكن هي الوالده ما كانتش متاكده، حيت ان دات في خبر ان راني مت، ما داتش في خبر انني راه مازال، دات في خبر انني ميته. شكون اللي قال لها راكي مت؟ الانسانه اللي تبناتني اللي هي الام ديال الانسانه اللي داتني لها، جات رجعات ليا. وهذيك الانسانه يعني ربات عليا الكبده ولات كتبغيني. قالت لي راه جات عندها قالت لها انا امه البنت اللي عطيتكم. قالت لها راه توفات. وبلا مره انها سولاتها قالت لها واش كدفنوا بلا اوراق؟ قالت لها اه حنا البادية يعني كندفنوا بلا اوراق.
يعني الام ديالك رجعات كتقلب غير رجعات يعني بحال بغات ترجع. الله اعلم شو ربي الله اعلم يعني رجعات بغات ترجع ليا. صافي هادشي اللي وقع مني انه جاو عندي يعني قالت ليها مشات عند العمه ديالي اللي هي اخت الاب ديالي مشات عندها مشات هي والاخ ديالي بالليل باش يقولوا لها انك تورينا يعني حيت هي اللي كانت مدخله في هادشي كامل تورينا لما نعطيتي وهادي نعتاتهم الناس اللي غيمشيو عندهم وعطاتهم بلا مرة 10000 ريال 500 درهم باش يمشيو يعني بحال مثلا نرشاتهم باش هي تضرك على داكشي اللي دارت. صافي مشاو عندي كان داك النهار يعني ما عمرني غنسى داك النهار كان شويه صعيب صراحه حيت كنت كنقرا كنت احسن انسانه ولكن داك النهار كان شويه صعيب سمحوا لي كان شويه صعيب داك النهار بالنسبه ليا. جاو عندي ما انني كنشوف فيهم يعني الشبه ديالي ان اخويا كيشبه ليا والام كتشبه ليا ما انني قالوا لي بانهم هما هذوك هما الوالدين الحقيقيين ديالي. حاجه واحده اللي باقا عاقله قلت لهم دابا عاد جيتو عندي ودابا عاد تفكرتوني. صافي جو عندي صافي بركوا معانا داك النهار ضلوا ولكن ما كنتش مسوقه لهم كنت انسان اللي جاتني صدمه جاتني بزاف الحوايج يعني صدمه في حياتي صدمه كبيره عمرني غنساها. صافي جات الام يعني جات السيده اللي اول اللي جابتني لامها جات من العيون هي كتسكن في العيون وجات عيطوا ليها عيط لها الخال ديالي اللي بتشبهني قال لها راه هاكين وهاكين وهاكين. صافي هما مشاو بحالهم خلو لي تليفون وقالوا لي حنا نهضروا معاك في التليفون مشاو. صافي جات عندي قالت لي دابا غنعطيك اختيار يعني بغيتي والديك انا ما منعكش منهم بغيتي تمشي معايا للعيون تكملي قرايتك تم يلا. صافي مشيت سنتين ما كنجيش للداخل ما كندخلش يعني للداخل بسبب هذا المشكل كنت كنقرا مشيت قريت السادس والسابع تم ولكن تدهورات الحاله ديالي يعني مابقيتش كنقرا مابقاش بغات تدخل ليا القرايه كنشوف شكون انا بنت من انا شكون الاب ديالي شكون واش هادشي بصح يعني جاتني صدمه قويه بزاف لدرجه يعني تدهورات حياتي وهذا. صافي عامين صافي جيت دخلت يعني جيت للداخل كانت واحد المناسبه ديال الاخت ديالي اللي بتبني حضرت معاها وعيطوا للام ديالي الحقيقيه يعني جات حضرات ولكن ما عنديش ليها يعني ما عنديش ليها واحد الحاله لانني ما عشت معها. صافي رجعت عندها مني شفت راسي بقيت حتى ديك الوقت كنت ما عنديش الوراق ما عندي حتى ورقه ما كنتش كنت كنقرا غير بواحد الوراق ديال اللي هي بنت خالي يعني خالي كان مطلق ودخلني بالوراق ديال البنت وبنته كتقرا في مدينه وانا كنقرا في مدينه يعني بنفس الوراق بنفس السميه بنفس الوراق يعني هو دار غير خير. صافي مني شفت راسي غدا نتعدى عليه يعني غيوصل الوراق وغادي نولي في مشكل يعني غادي يولي هو اللي معذب قلت صافي نخرج من المدرسه. خرجت من المدرسه فاش جيت قلت لكم للداخل صافي دخلت جيت عند الام ديالي باش زعما باش صايب لي وراقيه. دابا انت عرفتي الام ديالك الحقيقيه وعرفتي كلشي علاه ما كتقلبي؟ دابا كنقلب على الاب ديالي جيت عندها صايبات لي وراقيه ودابا انا صايبات لي وراقي وبخير وتزوج والحمد لله وما كتبش حتى الزواج والحمد لله لكن دابا الحاجه الوحيده اللي باغا هي الاب ديالي يعني معلومات على الاب ديالي الاسم ديالو هيش اللي كيسكن كان كيسكن في درب سلطان وحاليا ما كيسكنش في المغرب يعني خارج المغرب لانه في ميريكان وعندي العمات ديالو كنعرف العمه ديالي اللي ما كنعرفهاش وجاي كيعاودوا لي عليها تنعرف يعني تنعرفها فين ساكنه عارفاها فين ساكنه يعني بغيت نمشي عندها ولكن خفت ان ترفض ما غاديش توقف معايا وغادي ترفضني وانا باغا دابا باغا الاب ديالي باغا غنتعرف عليه ما بيا حتى شي حاجه ما بيا ماده ما بيا فلوس ما بيا والو انا عايشه على قد الحال الحمد لله ما عنديش وما خصنيش الحمد لله ولكن حاجه واحده اللي باغا نعرف بغيت نشوف الاب ديالو ولو غير مره واحده والموت مره واحده ولو بغات نموت ديك الساعه جدي حيت بغيتو مره واحده الاب ديالي بغيت نشوف علاش كنقول ربما نتلاقى مع خوتي نتلاقى مع بزاف وما نعرفهمش وانا بغيت نعرف الاب ديالي بغيت نقول بابا ولا با مره واحده في حياتي مره واحده بغيت نقول يعني هادشي اللي كنتمنى في حياتي هادي الامنيه الوحيده اللي عندي. واش هو عارف بلي عنده حيت هو مني جا عند الام ديالي سولها هادشي انا كيعاودوا لي والله اعلم جا عندها سولها عاودوا لي الناس اللي تبنوني قال لها فين هي الابن يعني ولا داكشي اللي كنتي حامله بيه قالت لي عطيته هو حاجه وحده اللي قالوا لي قال الله ينعل الام اللي كتعطي ولادها. صافي ديك هي فاش مشى يعني خارج المغرب هذه هي اللي عرفت عليه ولكن باش عرفت عليه شي حاجه ما عرفتهاش عليه. شنو الرساله اللي توجهي للوالدين؟ ها؟ الرساله اللي توجهي للوالدين؟ انا كنوجه لي حاجه وهذا بغيتك يعني نعرفك
ونشوفك مره واحده. هادشي اللي بغيت منك، ما كنطلب منك حتى حاجه، بغيتك تعترف بيا بنتك ونشوفك وتقولي يا بنتي ونقول لك الاب ديالي، وانا ما كنطلب منك حتى شي حاجه. انا دابا عندي بنيه اللي عمرها 6 سنين وتا انا ام وعارفه بحس الام وحس كل شيء، ولكن بغيت الاب ديالي. هذه هي اللي بغيت نشوفك مره واحده باش الناس يعرفوا عطيت التاريخ اللي تعطيتي وتمتي فيه والبلاو فيه. انا تزاديت في 1993 نهار 28 في شهر 6، يعني بحال تزاديت بحال اليوم والغد اللي تعطيت في تزاديت مولاي الحسن، وتعطيت الناس اللي تبنوني بمدينه دكاله، يعني ساكنين في دكاله هما اللي تبنوني. هذا هو الام ديالك كانت خدامه يعني الناس اللي كانوا ساكنين، الناس اللي عطوني اللي كانت ساكنه عندهم اللي كانت ساكنه عندهم بدرب السلطان، بدرب كبير الزرقاء 43 الدار ديالهم. كنعرف انا الدار ديالهم، كنعرف مشيت عندهم ماشي مره، مشيت عند العم ديالي، ولكن العم ديالي مختل عقليا كان بخير، ولكن مؤخرا ولا مختل عقليا ملي مشيت عنده ما تسوقنيش ما هضرش معايا، هو اللي كنلقاه في هذيك الدار، يعني ما كنلقى حتى واحد من غيره. عندي العمات ديولي كنعرف السميات ديولهم، عندي الاعمام ديولي كلشي، ولكن حاجه واحده اللي كنتمنى هي نشوف الاب ديالي. كنقول ربما نكون كنتلاقى مع خوتي، ولكن بغيت الاب ديالي، انا محتاجه اليوم، محتاجه نشوفه لو مره واحده في حياتي. هادشي اللي محتاجه لي صراحه. انا اليوم اصلا يعني بسبب ايمان اللي كنشكرها من هذا المنبر كنشكرها بزاف، حيت هي اللي خلاتني يعني ما انني تصنت ليها وشفت الحاله ديالها، هي اللي خلاتني انني نتوجه لهادشي، حيت شحال من مره حاولت وما قديتش، ولكن هي السبب. وكنشكر خويا يوسف هو اللي غادي يعني يدير القصه ديالي، وكنشكر الناس يعني اللي غادي يشوفوا هذه القصه، كنتمنى يوقفوا معايا، واللي كيعرف شي معلومه يوقف معايا خارج البلد وداخل البلد. هادشي اللي كنطلب منكم، انا محتاجه الاب ديالي، انا محتاجه ليه بزاف صراحه. انا في واحد يعني محتاجه ليه، محتاجه الحنان ديالو، محتاجه بزاف الحوايج صراحه.